لسنا حريصين على فقد همزة على السطر أو على الألف المحزنة. رسالة محبة وسلام يطلقها شعراء من مختلف المحافظات السورية عبر قصائد متنوعة تحمل حب الوطن. نحن اليوم في صنوبر جبلة في نقيم مهرجان وطني بعنوان ملتقى الملتقيات رسالة محبة، وليس أولى من الوطن والقائد وجيشنا بهذه المحبة. لابد للثقافة والكلمة والشعر والأدب والفن من دور ببناء الوطن، بناء الإنسان، بناء الثقافة التي يعتمد عليها الإنسان في بناء وطنه بناء قويا. هنا يلتقي جميع ملتقيات اللاذقية وبعض ضيوف من جميع المحافظة. نهدف دائما لنشر المحبة، نشر ثقافة المحبة وتنمية الهوية السورية ودعم شباب الوطن. ملتقيات عدة تجتمع في هذا الملتقى. عن فراها ما تخلوا، وعشرا وعشرا من صمود في التحدي شجاعتنا تفور. الشعر هو معبر عن نبض وأحاسيس ومشاعر الكامنة داخل الإنسان، ونحن كمثقفين وكشعراء من واجبنا أن نثبت أننا شعب حي وقادر على النهوض وقادر على بناء إعادة البناء من جديد، بناء الإنسان، لأن أهم بناء هو بناء الإنسان. دائما الملتقيات لها أهمية كبيرة بتوصيل رسالة الثقافة والتواصل مع كل الملتقيات طبعا، وهي اسمه رسالة محبة. ما في أحلى أن واحد ينشر المحبة، وكل واحد على طريقته الخاصة. في البدء كانت الكلمة، والكلمة التي كانت بالبدء هي المحبة. إذا سبع ملتقيات مع بعض من بعد نجتمع كلنا على المحبة، لأننا بالحب والحب والحب ننتصر. الملتقى يعزز قيمة التشاركية الشعرية وأهمية الكلمة في توثيق الحالات التراثية والإنسانية في المجتمع.